تسرب من المعاملة، أو أحد نشر رقمي، أو هم الموظفين متعاملين أنه يأخذون الأرقام وينشروها بيناتهم. إلى لوكيشن آخر وتحديداً الموصل. هذه سيدة راجعت إلى إحدى الدوائر لغرض ما، عندها معاملة، قدمت مستمسكاتها ومن ضمنها رقم هاتفها حسب ما تحدثت، لكن من رجعت إلى البيت تفاجأت باتصالات عديدة من قبل موظفي تلك الدائرة، حصلوا على رقم هاتفها من خلال المستمسكات المعاملة اللي قدمتها، وقاموا بالتحرش بها وطلب إقامة علاقة معها أيضا كما تحدثت لنا، بحجة أنهم معجبين بها وهذا الموضوع يعني. المشكلة هنا أن المتصلين أعدادهم كبيرة مثل ما تحدثت، لكن هذا يعني موضوع غير مبرر أنه سيدة تراجع دائرة ويكون هذا اللي يصير، يعني هل معقولة في دوائرنا هذا الشيء موجود؟ لذلك خلونا نشوف هذا اللقاء مع هذه السيدة من الموصل حتى نتعرف أكثر على اللي حصل معها، خلونا نشوف. مدينة الموصل، حالي حال أي مواطن، رحت مشيت المعاملة كملتها، طلبوا مني رقم التليفون، أنا ما عندي أي إشكال، رفقت رقم التليفون من ضمن المعاملة، كملت المعاملة مالتي حسب الأصول. لمن مريت على بعض الشبابيك لاحظت أنه انتبهوا ودققوا كثير علي، انتبهت على ملابسي، ملابسي ما كان بها أي شيء فاضح أو يثير النظر، صح أني أخلي مكياج بس بالمعقول، مو لدرجة أنه الكل تنتبه علي وخاصة الموظفين. كملت المعاملة وطلعت من الدائرة، بالليل دق علي رقم، لما فتحته بعد السلام عرف بنفسه، قال أنه هو مسؤول كبير بالدائرة، وبدأ يحكي مواضيع وكلام انه انا معجب بيش وشفتش حلوه وحبيتش كثير، ومن هذا الكلام اعتذرت منه وسديته. بعدها بشويه اتصل علي رقم ثاني، طلع احد الموظفين، بعدها راسلني وعاد نفس الكلام، بعدها اتصل علي رقم ثالث كذلك من الموظفين مال الدائره، هم عاد نفس الكلام انه انت جميله انا معجب بيش حبيتش من شكلك من جسمك، كل هاي الأمور. بعدها رقم تراسل معي على الواتساب، كتب لي نفس الكلام، كان أحد المنتسبين من هاي الدائرة حضرته، على الفايبر كذلك. بقيت على هاي الحالة 3 أيام، كلش تأذيت من هذا الأمر، تسببت لي أذى ومشاكل كثيرة، ما من المعقول أنه رقم يتسرب من المعاملة، أو أحد نشر رقمي، أو هم الموظفين متعاملين أنه يأخذون الأرقام وينشروها بيناتهم حتى الكل يتواصلون مع نفس البنت أو نفس المرأة، كثير سبب مشاكل. آخر شيء سديت الرقم وبدلته. كثير بنات، كثير نساء يتعرضون لهاي المشاكل، يتعرضون لهاي الأمور لمن يراجعون على معاملاتهم بدوائر الموصل. ظاهرة كلش ما حلوة، كثير تأذي البنات وتسبب مشاكل، لأن بعض العوائل تكون ما متفهمة الموضوع وزدت اللوم على البنت أنه هي السبب، أنه هي عطت رقمها، ما يعرفون أنه الموظفين نفسهم هم جاي يأخذون الرقم من المعاملة وينشروا بيناتهم ويسببون مشاكل للنساء والبنات. كثير مشاكل صارت وكثير حالات تأذت من هذا الموضوع.